ضيفنا درس في الإعدادية في كلية بغداد النموذجية وتخرج من ضمن ال 15 الأوائل على العراق عام 2001. درس بعد ذلك في جامعة النهرين بكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والاتصال وتخرج الأول على الجامعة، ثم حصل على منحة دراسية للدراسة في كان بين ألمانيا وإنجلترا، فهو اختار ألمانيا وكمل بها الماجستير في هندسة الاتصالات والمعلوماتية، وتخرج الأول على كلية الهندسة في جامعة بريمن في ألمانيا عام 2007، ثم عمل في وكالة الفضاء الألمانية كمهندس مركبات فضائية، وبعد ذلك درس أيضا ماجستير في إدارة الأعمال وتخصص في استراتيجية الأعمال من جامعة ستراثكلايد المرموقة في بريطانيا، وبعد ذلك عمل كمدير لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط وأوروبا، وانتمى الشركة تعتبر هي أكبر شركة في العالم لأقمار البث التلفزيوني والاتصالات الفضائية. لكن مع كل هذا النجاح ترك عمله وأسس شركة خاصة به ناشئة لغرض بناء شبكة من الأقمار الصناعية لتوفير تغطية الجيل الخامس لجميع العالم. نرحب معا بالعراقي عمر القيسي. اهلا وسهلا بيك ست رقية، ونتشرف راح ينضم لنا. يا اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، اهلا بك بالظهيرة لأول مرة. واليوم احنا مثل ما قلت بالبداية، رغم كل الألم والفقد والحزن، لكن دائما احنا نسحب الناس إلى منطقة نعتبرها منطقة أمل، منطقة آمنة، منطقة إيجابية نحتفي بها بكل عراقي وبإنجازه. عمر، قبل أسبوعين أطلقت قمر باسمك، حدثنا عن هذا المشروع الكبير واللي هو الأول من نوعه في العالم العربي. نعم، بالبداية أحب أتوجه بالشكر إليك ولقناة الشرقية ولجميع القائمين على برنامج ظهيرة الجمعة على هذه الفرصة الجميلة. طبعا يعني قبل أسبوعين قمنا بإطلاق أول قمر صناعي تابع لشركتي الخاصة، بعد جهد 4 سنين عملنا على هذا الشيء، ويعني وصعوبة كبيرة. نعم. وتم إطلاق القمر بواسطة صاروخ فالكون 9، وصل إلى المدار واستلمنا الإشارة. طبعا القمر يعتبر تجربة جديدة باستخدام أقمار صناعية صغيرة جدا احنا صممناها. الهدف منها هي توفير الـ 5G، اتصالات الـ 5G في المناطق النائية، في البحار، في الجبال، أي مكان حول العالم. وكانت لحظة يعني كبيرة جدا من يعني انطلاق القمر وانفصل، وبعدين ثاني يوم يعني من الليل بوقت ننتظر الإشارة توصل، اشتغل كله يعني مثل طفل، ولادة طفل جديد. والحمد لله والشكر كل شيء تم بنجاح. يعني أنا أصلا يعني يعني هاي تعتبر خطوة كبيرة، ما أعرف أي يعني عربي أو قابل قام بإطلاق قمر صناعي من خلال شركة خاصة. نعم. فيعتبر إنجاز كبير، والحمد لله والشكر كل شيء حاليا ماشي تمام. القمر بالمدار كل 90 دقيقة يفتر حول الكرة الأرضية. وإن شاء الله هناك إطلاقات أخرى في الطريق هاي السنة والسنة القادمة. إن شاء الله إن شاء الله، وأكيد مبارك. طيب، المهام يقوم بها هذا القمر، أنت قلت أنه 5G راح يكون هو يعني حتى تغطي أكبر، تغطي العالم، لأنه في مناطق ما يوصلها هذا الاتصال، هذه الشبكة. تفضل. نعم، الفكرة يعني 20% من مساحة الكرة الأرضية فقط مغطى بشبكة اتصالات الموبايل. نعم. الـ5G حيكون ثورة في عالم الاتصالات، لكن راح تكون محدودة فقط في المدن. نعم. هناك الكثير من الناس والتطبيقات والشركات التي تعمل خارج المدن، ولا تتوفر أي وسيلة أخرى للاستفادة من قيمة تقنية الـ5G. فإحنا اللي فكرنا به كيف يمكن أن نوسع التغطية عن طريق هذه الشبكة من الأقمار الصناعية اللي تكون في مدار قريب على الأرض. نعم. مجموعة كبيرة منها، وما نفقد الإشارة مع الاتصال مع الأبراج. فهي هاي كانت الفكرة، ويتم الاستفادة منها في مجال النفط والغاز، الشحن البري والبحري. نعم. التعدين، الزراعة، ومجالات أخرى. ممتاز ممتاز. احنا راح نشوف يعني راح نشوف صور، وأيضا هاي صورتك أنت والصاروخ أو القمر، الصاروخ عفوا، فراح نشوف تباعا الصور ده تظهر الآن على الشاشة، ولحظة إطلاق
القمر. طيب عمر، أنت كان لك مكانتك في وكالة الفضاء الألمانية ومستقر وما شاء الله، بعدين ليش أنه فكرت أنه تروح تذهب باتجاه مشروع خاص بك وتنفصل عن تجربتك السابقة؟ نعم، يعني أنا عملت في وكالة الفضاء الألمانية وكذلك وكالة الفضاء الأوروبية. الفكرة أنا حلمي من قبل يعني أنه أعمل في مجال الفضاء وأسوي شيء بهذا المجال. منذ الطفولة يعني كنت أتابع برنامج علمه للجميع، أقرأ عن الفضاء وبرامج الفضاء للدول، فهذا الشغف وهذا الطموح استمر وياي. يعني من تخرجت أكثر أقراني وأصدقائي دخلوا كلية الطب، أنا لا، رحت للهندسة لأن هذا شغفي وأريد أدخل مجال الفضاء. مجال الفضاء حساس جدا وصعب الدخول إليه، خصوصا بالنسبة لشخص مهاجر مثلي. يعني دولة جديدة، لغة جديدة، يحتاج تمويل كثير وخبرة كثيرة في المجال التكنولوجي. فحاولت أتعلم ودخلت عملت في هذه المؤسسات حتى أتعلم كيف تعمل الأقمار الصناعية، ما الهدف منها، كيف هي التشغيلها. لكن مثل ما تعرفين حلمي كان دائما يكون عندي شركتي الخاصة بهذا الشيء. ومن شخص يعمل في مؤسسة كبيرة يعني تكونين جزء من هاي المؤسسة، أفكارك طروحاتك مو ممكن تتنفذ دائما. فأنا قلت لا، راح أخذ الخطوة أنه أنا أقوم بهذا الشيء بنفسي. وانفصلت، يعني تركت عملي من تركت العمل وقلت أنا راح أبدي بعملي وحدي وأقوم بهذا المجال. والحمد لله والشكر توفقنا، وكان أكو يحدث تغيير في العالم. يعني أكو شركات خاصة بدأت تدخل مجال الفضاء، مثل ما نعرف البليونير إيلون ماسك، جيف بيسوس صاحب شركة أمازون، بدأوا يبنون شركات خاصة للأقمار الصناعية والفضاء. فصار تغيير، قبل كان دائما فقط محدود بالحكومات والمؤسسات العسكرية والشركات الضخمة. فاستغليت هذا الشيء، تعلمت أكثر، وجدت أكو فرصة، والحمد لله توفقنا وبديت تأسيس شركتي بهذا المجال. ألف مبارك. وأنا مستعرضة سيرتك، أنت ما تقبل إلا بالمركز الأول بالإعدادية، أنت من ضمن ال 15 الأوائل على العراق، بعدين بالكلية أنت الأول، والآن يعني بهذا مشروعك الخاص واليونيك مثل ما يقولون. ودائما إحنا نقول إنه الإنسان مهما كان ناجح في عمله المفروض ما يركن، يروح باتجاه الطموح. سقف طموحاتك ما شاء الله واضح إنه هو عالي جدا، وانت دا اسست نفسك بشكل صحيح بالعمل في وكالات فضائيه مختلفه، وبعد ذلك من وجدت نفسك مستعد للمشروع الخاص انطلقت به. طيب ماذا عن براءات الاختراع الخمس؟ نعم، لدي خمس براءات اختراع مسجله في مكتب براءات الاختراع في الاتحاد الاوروبي وفي الولايات المتحده الامريكيه. هي نتيجه العمل اللي قمنا به بالبدايه في شركتي الخاصه، وهي تتعلق بكيفيه تغطيه شبكه جيل خامس عن طريق الاقمار الصناعيه. يعني الفكره كانت انه اشاره الموبايل من يبتعد الشخص عن برج الموبايل تنفقد وينقطع الاتصال. وتكون ماكو تغطيه، لكن الاشاره لا زالت موجوده لكنها ضعيفه جدا. فكرتنا كانت شنو؟ نبني نصمم اقمار صناعيه حساسه جدا وعلى ارتفاعات قريبه من الجو على سطح الارض، مو بعيده جدا، بحيث يمكن التقاط اشاره الموبايل. يعني شلون ممكن نسمعها ونعيد بثها. فهي كانت الفكره من هاي براءات الاختراع اللي كان فيري يعني الفيدباك بوزيتيف، والحمد لله والشكر حاليا نقوم بتنفيذها، وهي تامن ايضا الحمايه للقيمه الفكريه اللي ما نقوم به. براءات الاختراع وين مسجله؟ باي بلد؟ في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه. نعم، طيب اي جهه عربيه اتصلت بك عمر للتعاون معك؟ يعني لفتها تجربتك؟ من توسعت الشركه فتحنا ايضا شركه خاصه في الامارات العربيه في دبي. ويعني الحمد لله والشكر عندنا تعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويعني ما شاء الله، يعني دوله الامارات ايضا من الدول حاليا السباقه في مجال الفضاء. وايضا توسعنا في افريقيا، عندنا شركه في رواندا، وحاليا ايضا بنعمل على تاسيس شركه في الولايات المتحده الامريكيه. عمر، لو كان العراق ظروفه الطبيعيه كأي دولة، تتصور أنه هو قادر على
أن يدخل في هذا السباق؟ يعني أنا من خلال تجربتي رافقت دولتين شفت شلون بنوا برنامج فضاء يعني من البداية، وهي دولة الإمارات العربية ودولة لوكسمبورغ في أوروبا. ومجال الفضاء يعتبر من المجالات الحيوية جدا، خصوصا في التنويع الاقتصادي. الكثير من الدول تنظر الآن كيف ننوع الاقتصاد، مو فقط الاعتماد على النفط أو التصدير، شنو الأشياء الثانية. والفضاء له قيمة كبيرة جدا. هذا يحتاج طبعا بالدرجة الأولى أصحاب القرار السياسي أن يتبنون هذا الشيء، لأن الفضاء يبدي أولا بالدولة، تأسيس وكالة فضاء تقوم برعاية المشاريع الفضائية، وشنو المهمة والاستراتيجية اللي تريد توصلها. هناك الكثير من مجالات الفضاء، يعني الهيومن سبيس فلايت للرواد الفضاء، الأقمار الصناعية، الروبوتكس، أنواع أخرى. اليوم كل العراقيين تعرفوا عليك وعلى تجربتك المتميزة جدا، شنو ببالك بعد تريد تحققه؟ يعني أنا أحب طبعاً إنه نتوسع أكثر بهذا المجال ونوصل لأهدافنا بإطلاق أقمار أكثر خدمة البشرية، توفير هاي الخدمة الجديدة والتغطية لجميع الدول في أي مكان، سواء كانت دول غنية أو فقيرة. وإن شاء الله يعني أيضاً أتمنى أشوف الكثير من يعني إخواني ومن الشباب من العراقيين انه يدخلوا هذا المجال ويبدعوا به. الطموح والاصرار اهم شيء. يعني نصيحتي للشباب انه دائما انه يخلون هدف او حلم بالهم ويصرون عليه، ما يستسلمون ابدا، لا يخلون احد يملي عليهم يعني كيف ممكن يكون مستقبلهم. وبهاي النتيجه ان شاء الله يعني اتمنى ايضا العراق اشوفه يدخل مجال الفضاء بالمستقبل. واحنا ايضا يعني بالأخير هذا مجال كلش حيوي، ونتمنى إن شاء الله نكون نقدم خدمة كبيرة جدا للبشرية ولجميع الدول في هذا المجال. جزيل الشكر وبالتوفيق دائما، وأكيد إحنا راح نتابع مسيرتك، ومع كل نجاح راح تكون أنت ويانا أكيد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، شرفنا. شكرا جزيلا. العراقي عمر القيسي.